امشي. شو يا حلوة؟ ماشي أخي بس رح تخنقني. من اليوم ورايح رح أربطك معي، ما عاد فيك تتحرك بدوني، فهمان؟ روح قدامي. شو يا أمورة؟ خلصنا بقى. وانت ليه عم تضحك ولا؟ ولا شي، رجعني سوا. تعي حبيبي يلا روح. يلا سلام. تفضل. بدر تعال فوت اشرب كاسة شاي معنا. يعني إذا كنت فاضي تعال نشرب كاسة شاي، بينبسطوا الأولاد. لا لا لميس، ما في داعي، هذا البيت بيت جميل، ما في داعي إن فوت عليه، الأحسن روح على بيتي. لا هذا البيت مو لجميل، هذا بيتي أنا، بس عادي فيك تروح إذا حبيبتك عم تتضايق. اسمعي اسمعي شو بدي أقول، لا تكوني مرتاحة، أنا لساتني عزابي لليوم تمام، وهذا الكلام اللي عم تحكيه ما في إله أي داعي. وأنا شو إلي علاقة؟ أنت حر بحياتك. استني لميس، مصرة ما تفهم علي مو هيك؟ عم قلك أنا ما عندي حبيبة وهذا كله وهم. هوليا ولا شيء بالنسبة لإلي، عم تفهمي؟ هي بس رفيقة. لك أساساً أنا ليش عم برر لك الموضوع؟ مين أنت بحياتي؟ أنت حبيبتي؟ ها؟ أنت ولا شيء، وهالأفكار اللي ببالك ما بهمني غيرها. يلا باي. إيه فعلاً أنا ولا شيء. إيه هو هيك لميس، وأنت كمان ما تنسي تنبسطي بزواجك مع جميل الغليظ. خلص بقى روح من هون. شو في لميس؟ ولا شي. أكيد علقت بيناتهم خناقة. أهلين دكتورة هوليا. مرحبا لميس. يا أهلين، في موضوع بدي أحكي معك فيه. ها شو هو؟ عن سامح. تولاي انتبهي للأولاد شوي وبرجع. ماشي يا روحي. أي زينة، ما بدك تتركي لهالدبدوب بقى؟ عم بسمعك. ليكي لميس، بظن انك كنتي على علاقة بسامح من قبل، سامح هو اللي حكالي هالشي، بس خلص هالعلاقة صارت من الماضي، يعني سامح ما عاد بده اياكي، حتى انه هو خبى عنك اسمه الحقيقي. يعني انا برأيي تنسي هالموضوع لحتى تحفظي كرامتك. بدي افهم بس مين انتي لتحكي بهذا الموضوع؟ ليكي لميس روقي، انا ما عم كذب عليكي بنوب، أنا هلأ عايشة معه. يعني بدك علقلك وسام؟ شو بدك؟ سامح هلأ عنده مسؤوليات تجاهي لأنه احتمال يكون حامل، ولهيك يا ريت تبعدي عنه وما تشغلي له باله بمشاكل. عن أنه مشاكل عم تحكي أنت؟ نقلعي من هون، نقلعي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.